أجل الآتي، من أجل الآتي اليوم. رسالة شكر، رسالة ترحيب للأستاذ يوسف القاهر. الطالب محمود غزال من جيل 2002، بحب أحكي للأستاذ يوسف القاهر على الرغبة هنا ولك ببالة، زين سهلت علينا المادة، شكرا لك كثير يا أستاذ. أنا اسماعيل الجوابري جيل 2002، بشكر أستاذ يوسف القاهر لأنه جعل مادة الكيمياء سهلة وبسيطة لجميع طلاب التوجيهي، لا تقبل بأقل مما تستحق. طارق وجدي جيل 2003، شكرا لك أستاذي على كل التعب اللي تعبته معنا، وأنت كنت بمثابة قدوة إلا زي ما بتحكي دايما، لا تقبل بأقل مما تستحق. لا تقبل بأقل مما تستحق. أنا بشرى شادي من جيل 2003، حابة أشكر الأستاذ يوسف القاع على جهود الأدم اللي إياها طول السنة. من علاء شخصيا مواليد 2003، بحب أشكر أستاذنا العظيم جدا يوسف القاع على كل إشي قدم لنا إياه، لقدم لنا إياه ما في ولا أي أستاذ بيقدم لنا إياه، وبحب أحكي كمان لا تقبل بأقل مما تستحق. من البيان الشابكي بشكر أستاذ يوسف القاقع جهوده معنا طول السنة، وإن شاء الله نرفع رأسي على العلامات، لا تقبل بأقل مما تستحق. مرحبا، أنا لين مصطفى جيل 2003، حابة أشكر أستاذ يوسف أستاذنا وأخونا وقدوتنا على جهوده معنا، يعطيك ألف عافية أستاذ، وإن شاء الله بنرفع رأسك بالعلامات الكاملة، لا تقبل بأقل مما تستحق. كل عافية، حاب أوجه كلمة للأستاذ يوسف القاب، بشكرك يا أستاذ على وقفتك معانا طول فترة التوجيهي، وإن شاء الله الفل مارك معك، ولا تقبل بأقل مما تستحق. طالب 2003. مساء الخير، أنا الجنجة ضلا من جيل 2003، حابة أشكر الأستاذ يوسف القاق على تعبه وجهوده معنا، وإن شاء الله أستاذ رح ترفع رأسك فينا ولا تقبل بأقل مما تستحق. مشكور يا أستاذ يوسف على وقفتك معنا، وإن شاء الله طريقنا للفل رح يمر من خلالك، لا تقبل بأقل مما تستحق. السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذ، بحب أوجه شكر لأستاذ يوسف القاق، شكرا لأنك غيرت مفهومنا بمادة الكيمياء، شكرا لأنك أستاذي، والله يعطيك ألف عافية، ولا تقبل بأقل مما تستحق، وفالك المدين إن شاء الله أستاذ، يعطيك العافية. السلام عليكم، أنا الطالب من حسن الزحلف جيل 2003، أشكر أستاذي المبدع يوسف القاق الذي علمنا بأن نقبل بأقل مما نستحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب من 2004، اخترت الأستاذ يوسف القاق لأنه سيسهل طريقي في مادة الكيمياء، عاد ذلك لأنه ملهم بالغير، يرفع من معنوياتنا دائما، الأفضل على الإطلاق، لوبة الكيمياء لا تقبل بأقل مما تستحق. عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب أحمد جبرين القاموف من طلاب 2004، طبعا أنا اخترت الأستاذ يوسف القاق لأنه أستاذ متألق ومبدع في المادة، ولا تقبل بأقل مما تستحق. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا صالح محمد عرشي طالب من طلاب 2004، أحكي لكم اليوم ليش اخترت أستاذ يوسف القاق مدرس لمادة الكيمياء في الثانوي العام. بكل بساطة هو من أفضل الأساتذة وأفخمهم على مستوى المملكة، هو كان قدوتي وما زال أخوي وصاحبي وأستاذي اللي نهدلنا الطريقة قبل أن نبدأ، شكرا من أعماق القلب، لا تقبل بأقل مما تستحق. يعطيكم العافية، أنا ديما بدران من جيل 2004، اخترت أستاذ يوسف القاق لأنه من أحسن المدرسين لمادة الكيمياء، وهو يلي حببني بالمادة، وشكرا لك أستاذ لأنك أنت قدوتي بالحياة، وشكرا كثير لك، ولا تقبل بأقل مما تستحق.